السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد القيوم طارق من قناة أرفجني العربية، النشرة الإخبارية الأسبوعية، نبدأها بالعناوين. تركيا مستعدون للتعاون مع ميانمار لتحسين أوضاع الروهينجا. تمديد حظر التجوال على الروهينجا في بعض مدن أراكان. روهينجا مدينة موناجون يرفضون قبول هوية منعدم الجنسية. مشروع مستوطنة البوذية على الأراضي الروهينجا الزراعية في أراكان. وزير خارجية تركيا يزور مقبرة الشهداء الأتراك في ميانمار. أشباح الموت والتهجير تلاحق مسلمي الروهينجا في رمضان. أهلا بكم وإليكم التفاصيل. أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين عن امتنانه من الخطوات التي أقدمت عليها حكومة ميانمار الجديدة بشأن حل مشاكل المسلمين الروهينجا ومنحهم حقوقهم في المواطنة، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة المركزية وتقديم الدعم للخطوات الإيجابية في هذا الخصوص. وجاءت تصريحات جاويش أوغلو هذه في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيرته الميانمارية أون سان سو تشي، أشار فيه إلى أن علاقات أنقرة مع ميانمار تمتد إلى عهد الحرب العالمية الأولى وليس إلى عام 1958 الذي شهد بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكد جاويش أوغلو أن تركيا تعد من أكثر الدول الداعمة لحركة التنمية والسلام الداخلي في ميانمار، مبينا أن أنقرة فتحت سفارتها في يانغون عام 2012 وعقدت تعاونا معها في العديد من المجالات، لافتا في هذا السياق إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا إلى ميانمار بلغت 13 مليون دولار. وردا على سؤال حول المساعدات المقدمة قال جاويش أوغلو أن وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا تقدم مساعداتها في إقليم أراكان من دون تمييز عرقي أو ديني، وتقوم الوكالة بالإشراف إلى شق الطرق وبناء المستوصفات لمساعدة القاطنين في هذه المناطق. وإن الفرق بيننا وبين الدول الأخرى أننا لا نفرض مشاريع على الحكومة المركزية، بل نطلب منها المشاريع لنقوم بتنفيذها، لأنهم يدركون احتياجات شعبهم أكثر منا. وعن حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين صرح جاويش أوغلو أن قيمة التبادل التجاري بينهما يعادل 38 مليون دولار، وأن الجانبان يسعيان لرفع هذا المبلغ نظراً للإمكانيات المتوفرة لدى كلا الطرفين، مبدياً استعداد بلاده لتبادل الخبرات مع ميانمار في مجالات الصحة والطاقة والتعليم والبنية التحتية والملاحة الجوية. أعلنت السلطات المحلية في مدينتي موندو وبثدنغا الحدودية تمديد حظر التجوال على الروهينجا مزيداً لثلاثة شهور مقبلة بموجب المادة 144، وبالتالي يمنع للروهينجا الخروج من بيوتهم والتجوال في الطرقات منذ الساعة 11 ليلاً إلى 4 صباحاً، وألا يجتمع أكثر من 5 أشخاص في مكان واحد وفقاً لراديو آسيا الحرة. في الساعة 4 مساءً صدر إعلان في حينها من قبل إدارة المدينة، إعلان بموجب المادة 144 بأن لا يخرج أحداً من البيت ما بين 11 ليلاً و4 صباحاً، وألا يجتمع أكثر من 5 أفراد في مكان واحد. قال أوموينغ وينانينغ أحد سكان وسط مدينة بوثيدونغ بعد أعمال العنف ضد الروهينجا في عام 2012 فرض حظر التجوال في 10 من مدن أراكان إلى أنه رفع في آخر أيام الرئيس السابق ثنسين عن 8 من تلك المدن، وزيد أشهر أخرى في المدينتين المذكورتين وفاجأ الناس في إعلان التمديد الثاني مزيداً من 3 شهور في عهد سوتشي. لا شك أن فرض حظر التجوال على الروهينجا دون الراخين البوذيين يعتبر تمييزاً عنصرياً، لما يتيح ذلك للبوذيين الراخين حرية القيام بأعمال عنف وسرقة ونهب ضد المسلمين، وفي نفس الوقت إنه نوع من تقييد الحرية لحرية التنقل للمسلمين. قام مدير جوازات مدينة بوناجون الأراكانية ومدير جوازات الولاية
مع عدد من قوات الأمن والشرطة بزيارة إلى قرية ثيدا بوناجون في الساعة 11 من 5 يونيو، والتقوا مع عمدة القرية وكبارها. فور وصولهم إلى القرية أخرجوا البطاقات الخضراء التي كانت بحوزتهم وعرضوها على أهالي القرية قائلين: عليكم أن تقبلوا هذه البطاقات لتتمتعوا بحقوق المواطنة أو الحقوق المساوية لحقوق المواطنين. إلى أن أهل القرية الروهينجا رفضوا أخذ البطاقات رداً عليهم: لا يمكن أن نقبل هذه البطاقات ولو أجبرتمونا على قبولها بالقوة، نحن من الحكومة الجديدة جئنا لنقدم لكم هذه البطاقات، تفكروا وتشاوروا القوم في هذا الشأن، قال مدير جوازات المدينة هذا ثم غادر الوفد. البطاقات الخضراء تعني أن حاملها لم يتحقق من هويته بعد، وبالتالي يحتاج إلى إثباتها، وبلفظ آخر إن البطاقة الخضراء هي هوية منعدم الجنسية، وهي أصدرت حسب قانون مواطنة 1982 ميلادياً التي تهدف في حرمان عرقية الروهينجا من الجنسية. وفي أواخر الشهر الماضي شكلت سوتشي لجنة مخصصة بأراكان تحت إشرافها لاستعادة السلام وتحقيق المواطنة في أراكان. ولعل زيارة الوفد من مختلف السلطات المحلية من الخطوات الأولى للجنة استعادة السلام وتحقيق المواطنة. بدأ تنفيذ مشروع مستوطنة البوذية في أراضي الروهينجا الزراعية في مدينة كيوكتو الأراكانية، ويتم بناء 75 بيتاً سكنياً للبوذيين الدخلاء من المناطق الجبلية جنوب بنغلاديش وفقاً للسكان المحليين. وقالوا إن المستوطنين الجدد أتت بهم حكومة أراكان من بنغلاديش ويجيدون التحدث باللغة البنغالية والشيتاغونغية المحلية إضافة إلى لغتهم. والمستوطنات البوذية في أراضي الروهينجا من مختلف مناطق أراكان هي من الخطط القديمة للنظام العسكري والبوذيين الراخيين لتضييق الخناق على الروهينجا لتشريدهم من أراضيهم أو تقييد معايشهم وصولاً به إلى الإبادة. من أول يوم جاءوا المستوطنين بدأوا يسببون المشاكل مع المسلمين ويعتدون على المارين بهم برمي الحجار أو السب أو الشتم، قال جميل أحمد أحد كبار القرية مضيفاً: نخاف من حدوث العنف الطائفي من جديد، وهناك مستوطنات أخرى قديمة وحديثة في المدن ذات الأغلبية المسلمة، خاصة في مدينتي موندو وبوتيدونغ، وكان هناك مسلمون في جميع المدن الأراكانية 17، إلا أن وجودهم يتناقص شيئا فشيئا حتى انحصر في بضعة مدن شمالية في السنوات الأخيرة، وعدد هائل منهم يسكن في مخيمات النازحين التي تعتبرها المنظمات الإنسانية المعتقل المفتوح. زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم أمس مقبرة الشهداء الأتراك التي أقامتها وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا في مدينة ثايث بميانمار، ودعا بالرحمة على أرواحهم. وتضم المقبرة الشهداء الأتراك الذين أسروا على يد القوات الإنجليزية خلال المعارك مع القوات العثمانية في جبهات العراق وفلسطين وسوريا وشبه الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى، ونقلوا بعدها إلى ميانمار واستشهدوا في معسكرات الأسرى هناك. تفاقمت معاناة المسلمين الروهينجا المستمرة منذ 70 عاماً في شهر رمضان، ففي الوقت الذي استقبل المسلمون حول العالم الشهر الفضيل بالمسارعة إلى الطاعات وفعل الخيرات والصدقات، تتواصل المذابح وعمليات التهجير القسري لمسلمين الروهينجا على يد حكومة ميانمار والجماعات البوذية المتطرفة. وتواصل القوات الحكومية في ميانمار تهجير المسلمين هناك قسرياً، جماعات على متن قوارب خشبية مهترئة يلاقي أغلبهم الموت على ظهور تلك المراكب التي تعرف بقوارب الموت. ويعد الروهينجا وبقية مسلمي البلاد الذين ينحدر أسلافهم من الهند وبنغلاديش مواطنين برميين، إلى أن انتقلت مقاليد السلطة إلى العسكري في انقلاب عام 1962 ميلادياً، وما لبث أن تدنت وضعيتهم بموجب دستور عام 1974 ميلادياً الذي لم يعترف بهم كمواطنين أصليين، فكان أن حرم معظمهم من حق المواطنة، أي اعتبروا أشخاصاً بلا وطن، حيث تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين. وعلى إثر مذابح متعددة تعرض لها المسلمون هناك، كان آخرها تلك التي وقعت عام 2012، هرب الآلاف من الروهينجا إلى ماليزيا حيث يمكنهم ممارسة طقوس عقيدتهم بحرية، وإلى جانب استعداداتهم للطقوس الرمضانية. يستعد مسلمو ميانمار أيضاً
لتلقي المزيد من عمليات القتل والاضطهاد والتهجير على أيدي الأغلبية البوذية المتطرفة التي ظلت مدعومة من الحكومات المتعاقبة. وبهذا وصلنا إلى ختام النشرة قدمناها لكم من قناة أرفجن العربية، وإلى اللقاء.